görmüştüm. أحببت لعبة أحببت السباحة ومارست لعبة السباحة، ثم انتسبت إلى نادي الاتحاد في حلب، النادي الأهلي سابقا، وبدأت بممارسة التدريب وأصبحت بطلا لحلب في السباحة، ثم بطل لسوريا، ثم مثلت سوريا في العديد من البطولات وحصلت على العديد من الألقاب الدولية والعالمية. وهذا الإنجاز يعد إنجاز كبير عالي في السباحة القصيرة، لا سيما أن الدول المشاركة هي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان يعني والعديد من الدول العالمية التي لها باع كبير في السباحة، وأيضا حقق الميداليات الذهبية على الدورة الآسيوية في هيروشيما 1994 حين فاز بالميداليتين في أولمبياد الآسيوي. أخي بسام كمان حقق المركز الأول في بطولة العالم في السباحة الطويلة بين كابري ونابولي مرتين عام 1980 و1981، كما كسر وعبر بحر المانش في بطولة العالم وسجل المركز الأول، حصل على المركز الأول ميدالية ذهبية و 1981، وأبرق في آنذاك الرئيس السوري حافظ الأسد مهنئا بهذا الفوز والإنجازات قائلا: أشكركم، أعتز بفوزكم، بورك جهودكم. أنا أول من أدخل مدارس تعليم السباحة إلى سوريا، وأول من قام بإنشاء هذه المدارس لتعليم السباحة للأطفال، لأن الأطفال الصغار كما ترون هم نواة المستقبل وهم نواة الأبطال العالميين أو الدوليين، يعني البداية تكون من هنا. فأنا العديد من الأطفال ولا سيما أولاد وأطفال المسؤولين، ومنهم عدد كبير من المسؤولين آنذاك، ومنهم حتى بشار وأخيه باسل بهذاك الوقت خضعوا، كانوا من ضمن دورات تعليم السباحة، مدارس تعليم السباحة. أنا من خلال تمرسي في السباحة وأفكار السباحة ومحاولة تطوير دائما المستويات والاستفادة من العوامل الفيزيولوجية والاستفادة من العامل الفيزيائي للماء، طورت فكرة الاستشفاء داخل الماء. الاستشفاء داخل الماء يستند على فكرة أساسية أن وزن الجسم أقل من ثلثه خارج الماء، زائد كل مقاومة الجسم وأثقاله تتبدل من مركز الثقل داخل الجسم إلى عام، نتيجة للابتعاد عن تأثير الجاذبية الأرضية.